بسم الله. احنا عندنا ثريدز دلوقتي، وعرفنا الفرق بينها وبين البروسيس، عرفنا الفرق بين الثريد والبروسيس، وعرفنا اللي هي ايه. الثريد بتشير نفس الميموري، فبتوفر التعب اللي بيحصل عشان نكريت بروسيس جديده، وبتوفر المانجمنت بتاعت البروسيس ديت بالنسبه للاوبريتنج سيستم. طيب، بما ان عندنا ثريدز دلوقتي، فلازم طريقه نبرمج بيها الثريدز دي. ما مش هيتبرمج بقى بالطريقه العاديه، لازم هيتبرمج بطريقه معينه. ليه؟ لان دلوقتي عندنا عده مشاكل عشان نبرمجها. اولا، احنا عاوزين نقسم الكود بتاعنا دلوقتي لمجموعه من الثريدز. الاول كنت بتعمل الكود سيكوينشال كده ورا بعضه وخلاص، اول امر، تاني امر، تالت امر، لغايه لما يخلصوا، صح؟ دلوقتي احنا عندنا ممكن ننفذ امرين في نفس الوقت، صح؟ طيب، انهي امر نديه للثريد الاولانيه وانهي امر نديه للثريد الثانيه؟ يبقى لازم الاثنين يكونوا ايه؟ منفصلين، ما يكونش امر معتمد على نتائج امر ثاني. يعني لو انت عندك مثلا زد بتساوي اكس زائد واي مثلا، وبعديها ام بتساوي زد زائد حاجه، يبقى الزد في الامرين والزد نتيجته هتيجي من الامر اللي قبله، يبقى ما ينفعش نحط ديت في حته وديت في حته. لو احنا عاوزين اخر نتيجه للزد، ما ينفعش يتنفذوا في نفس الوقت، تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا المشكله الاولانيه، ازاي نقسم الانستراكشن. المشكله الثانيه، انت لو عندك 50 امر في الثريد الاولانيه تحط 5، وفي الثريد الثانيه تحط 45، ولا في الثريد الاولانيه تحط 10 وفي الثريد الثانيه تحط 40؟ هتقسمهم ازاي؟ الافضل، حاجه اللي هم يكونوا ايه؟ بالانسد، يعني حطهم، حاول اللي هم يقربوا للنص. يعني لو انت هتقسمهم على 2 ثريدز بس، يبقى نص الاوامر في ثريد والنص الثاني في ايه؟ في ثريد ثاني، تمام؟ يكونوا بالانسد. ليه؟ لان ده هيوفر في التايم. طبعا مش هتجيب الاوامر وتروح قسمها بالنص وتقيسها بالمسطره، انا بقول لك تحاول تخلي ممكن تعمل حاجه بسيطه قوي، تعملها في فانكشن، تعمل مجموعه الاوامر فانكشن وتشوف التايم بتاعها، مجموعه الاوامر الثانيه في فانكشن الواحده فانكشن عاديه، تشوف الاوامر بتاعتها، وبعد كده تقسم على اساس دوت. هو الموضوع مش سهل، موضوع البرمجه بالثريد حاجه مش سهله، حاجه تعتبر صعبه يعني. تاني حاجه، تالت حاجه، الداتا سبليتنج. الداتا سبليتنج، تعمل سبلايت للداتا اللي عندك، تمام؟ يعني ايه؟ لو انت عندك مجموعه من البيانات، لازم تتاكد لما تقسمها ان الثريد الاول ده مش هيحتاج غيرها، والثريد الثاني ده ايه؟ مش هيحتاج غيرها، وما يكونش فيه مشاركه بين ثريد وثريد ثاني في نفس البيانات. عشان لو في مشاركة هتحتاج تعمل كود تاني عشان يعمل سينكرونايزيشن بينهم، تمام؟ دي مشاكل. المشاكل ديت انت، انا عاوزك تفهمها دلوقتي كده، لما تحتك بيها هتفهمها اكتر، تمام؟ احنا قلنا النقطة الثالثة والرابعة مع بعض، اللي هي نقسم البيانات دي ازاي، ونقسمها بحيث اللي ما يكونش فيه ديبندنس، تكون اندبندنت. اخر حاجه، ودي اصعب حاجه بقى في الثريد، انت لما بتكون عامل برنامج بمنتهى البساطه بتعمل له تريس، كل شويه تعمل له تريس، فبيرن لك امر وبعد كده يرن اللي بعده وبعد كده يرن اللي بعده، صح؟ عارفين تريس طبعا، امر تريس ديباج. تخيل بقى لو انت عندك ثريد الاوامر دلوقتي ما بقتش ايه؟ تحت بعضها، ده في اوامر بتتنفذ في نفس الوقت، امرين بيتنفذوا في نفس الوقت، فدي مشكله كبيره بقى. عشان تعمل تريس بتبقى بتعمل هيد كليك والسيستم، تمام؟ لما يكون عندنا اكتر من ثريد، ممكن اربع اوامر بيتنفذوا في نفس الوقت في نفس اللحظه، واحد على بروسيسور والثاني على بروسيسور والثالث على بروسيسور ثاني، تمام؟ فانت عاوز تشوف نتائجهم في نفس الوقت، فديت مشكله، دي في حد ذاتها مشكله كبيره يعني. طيب، يعني اللي هي كسرت الكونسبت بتاع الثريد اصلا، التريس اصلا، انت بتعمل تريس عشان تشوف امر
صح؟ طيب في بقى اتنين كونسبت تفرق بينهم، واحد اسمه الباراليليزم والتاني اسمه الكونكرنسي. ايه الباراليليزم والكونكرنسي دوت؟ الناس بتخلط بينهم جامد جدا. المالتي تاسكينج محتاج بروسيسور واحد ولا اكتر من بروسيسور؟ ينفع يشتغل على بروسيسور واحد وينفع يشتغل على اكتر من بروسيسور، صح؟ ده المالتي تاسكينج. طب يعني ايه مالتي تاسكينج؟ يعني اكتر من برنامج شغالين في نفس الوقت. هم شغالين في نفس الوقت حقيقي؟ لا، ده هو بيسويتش بينهم بسرعه جدا، فبيحصل بروجريس لكل واحد منهم، فبنتخيل اللي هم شغالين في ايه في نفس الوقت. ديت اسمها الكونكرنسي. الباراليليزم بقى لا، هم فعلا شغالين في نفس الوقت، واحد على بروسيسور والتاني على بروسيسور تاني، في فرق دوت ودوت. تمام؟ يعني ايه؟ يعني لو عندنا مجموعه من التاسكس، مجموعه التاسكس ديت لو هي على سنجل كور وبنعمل عليها الكونكرنسي، بيحصل عليها كونكرنسي او مالتي تاسكينج، هياخدوا نفس الوقت لو هم رنوا سيكوينشال برضه. يعني احنا لو حطينا تي واحد واستنينا لغايه لما تي واحد يخلص، وبعد كده حطينا تي اتنين بعديه مش شغلناه في نفس الوقت، ما عملناش سويتش، وحطينا لغايه لما يخلص وهكذا، هي هتاخد نفس الوقت لو احنا بنعمل سويتش عليهم. الوقت هو الفرق، اللي احنا بدل ما كنت هتشوف نتيجه واحد على بعضيها هتشوف جزء منها بس. اتفضل. دي حق، برافو عليك. وكمان السويتش ده هيحصل بطء كمان، برافو عليك. انما الباراليليزم بقى لا، كل بروسيسور عليه تاسك شغال في نفس الوقت اللي فيه تاسك تاني شغال فيه. يبقى لازم تفرق بين الايه، الباراليزم والكونكرنسي. طيب احنا بقى لما بنبرمج ثريد احنا شغالين ايه بقى؟ لا، احنا كده شغالين باراليزم. لما بنبرمج في ثريد معناها ايه؟ اللي احنا عاوزين كل كود نديه لمين؟ البروسيسور. تمام؟ يبقى احنا شغالين بقى انهي كونسبت؟ مش الكونكرنسي. بالظبط. برمجه الثريد احنا ليه سميناها مالتي كور؟ ما قلناش الثريد عشان يوضح لك الحته دي، اللي انت شغال على اكتر من بروسيسور. تمام؟ عشان يوضح لك الحته دي بصفه خاصه. طيب هو احنا ممكن ننفذها ازاي؟ هي ممكن تتنفذ بطريقتين. ممكن نقسم الداتا دي، ندي كل جزء منها البروسيسور، ونعمل في كل بروسيسور نفس الاوبريشن على الداتا. او ممكن نقسم الاوبريشن، كل اوبريشن على بروسيسور بس الاوبريشنز دي ايه؟ مختلفه. تاني، البرمجه دي بتتم ازاي؟ ممكن نستفاد بيها المالتي كور دوت، ممكن نستفاد بيه ازاي؟ ممكن نستفاد بيه كالتالي. لو هي بيانات كتيرة قوي وهنعمل عليها نفس التاسك، تمام؟ هنجمعها مثلا. بيانات كتيرة قوي وهنجمعها. الري مثلا طويلة جدا وهنجمعها. طيب ناخد نص الاري دي ونديها البروسيسور، وناخد نصها التاني ونديها البروسيسور. النص الاولاني ايه؟ هيتجمع، ونص تاني نفس الاوبريشن هيتجمع برضه، صح؟ بس الجمع دلوقتي هيتم في ايه؟ في نص الوقت. تمام؟ يبقى دي أول طريقة. الطريقة التانية، لا، احنا هناخد اللي ليه اوبريشنز مختلفة ونحطه في بروسيسورز مختلفة. يعني اللي عاوزين نجمعه كله نديه البروسيسور ده، اللي عاوزين نطرحه كله نديه البروسيسور التاني. تمام؟ ديت بيسموه الاولانية بيسموها الديتا باراليزم، والتانية بيسموها التاسك باراليزم. الناس بقى اللي حضرت معايا المجتهدة السنة اللي فاتت هتعرف التاسك الاولاني ده مين اللي بينفذه؟ حد عارف؟ ناس تفتكر كده، كورس كده خدناه على جنب، كم محاضره، ثلاث محاضرات ولا محاضرتين؟ الهدب اهو. الجزء الاولاني ده مين اللي بيعمله؟ الهدب. فاكرين؟ الريديوس، الماب والريديوس. الماب اللي انت تحط تقسم البيانات على اكتر من ايه؟ من مكان، ويتعملوا نفس الاوبريشن على الاماكن دي. ما هي دي فكره الهدب. تمام؟ دلوقتي ربطنا الايه؟ الخيال بالواقع. في بقى
قانون كده اسمه اندلز لو. واحد اسمه اندلز، صح ولا لا؟ لان هو ممكن يكون سويدي باي، تمام؟ فهم ممكن يكونوا حروف النطق تاني يعني. اندلز لو دوت قال لك ايه بقى؟ هو احنا هنستفاد ايه؟ هنستفاد ايه لو زودنا الكور، زودنا البروسيسور؟ ايه اللي هنستفاده؟ السرعه هتزيد بقد ايه؟ عاوزين نحدد السرعه هتزيد. يعني انا مثلا لو عندي بروسيسور وعملت عليه تاسك، وعندي اتنين بروسيسور عملت عليهم نفس التاسك، قسمت عليهم نفس التاسك، الاتنين دول هيبقوا اخدوا نص الوقت بتاع ده ولا ربعه ولا ثلثه؟ طب هي لو اتنين سهلة احنا ممكن نحسبها، طب لو ثلاثة، لو أربعة؟ طب احنا عاوزين نحط معادلة بقى ايه ثابتة تحدد لنا السرعة اللي هتنتج لو احنا قسمنا التاسك وبرمجناه بالمالتي كور بروجرامينج. فهو عمل المعادلة دي، قال لك السرعة دي هتتحسب ازاي؟ هي اكيد هتبقى اكبر او على الاقل تساوي السبيد بتاع السنجل، بس القيمة بالظبط تتحسب ازاي؟ بتحسب بالمعادلة دي. ايه المعادلة دي؟ بيقول لك الاس دي هي الجزء السيريال من التاسك. سيريال يعني اوامر ورا بعضها هتتنفذ كده، سيكوينشال، تمام؟ والجزء اللي هيتقسم على اكتر من كود من بروسيسور يبقى اكيد هو ايه؟ واحد ناقص اس. يعني لو احنا البرنامج مثلا 100% يبقى في 25% هيتقسموا على بروسيسور واحد، و75% هيتقسموا على ايه؟ هيتقسموا على اكتر من ايه؟ من بروسيسور. في الحاله دي السيريال اللي هو الاس، والبرل اللي هو ايه؟ واحد ناقص اس على ان. المعادله دي بقى لو بصيت ليها هتلاحظ حاجه كده، هتلاحظ لو الان دي انفينيتي، لو الان دي انفينيتي هتبقى الواحد ناقص اس ديت على ايه؟ على انفينيتي. اي حاجه على انفينيتي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. يعني زي ما نقول لو رغيف قسمناه على 3 كل واحد ياخد ثلث، طب لو قسمناه على 100 كل واحد ياخد رضايه، شفت حاجه صح؟ فلو اخدناه قسمناها على انفينيتي يبقى صفر، صح؟ يبقى الجزء السيريال ده، يبقى المعادله دي هتتبقى بايه؟ بواحد على اس. معناها عاوز يوصل لك ان لو التاسك بتاعك سيريال بس هيبقى بطيء جدا. ركزوا بقى معايا، احنا دلوقتي اتكلمنا على، عرفنا اهميه الثريد، وعرفنا اللي هي ليها طلبات خاصه للبرمجه بتاعتها، تمام؟ دلوقتي نقول المالتي ثريدنج موديل. الحته دي اول ما اقولها هقول حاجه اسمها يوزر ثريد وكيرنل ثريد، فانتوا تروحوا تربطوها بين البروسيسور اليوزر بروسيس والكيرنل ايه؟ بروسيس. طيب ايام لما كنا بنتكلم على اليوزر بروسيس والكيرنل بروسيس احنا بنتكلم عن حاجتين مختلفتين تماما. اليوزر بروسيس عندها ميموري شغاله فيها وما بتقدرش تطلع بعيد عنها زي اي برنامج بنشغله. الكيرنل بروسيس دي بروسيس عندها بريفليجز عاليه جدا، تقدر تاخد اي حته من الميموري زي ما هي عاوزه، وتقدر انتربت البروسيسور عشان يكلمها غصب عنه زي ما هي عاوزه. ده الفرق بين اليوزر بروسيس والكيرنل ايه؟ بروسيس، تمام؟ ودينا مثال على اليوزر بروسيس اي ابلكيشن، والكيرنل بروسيس الدرايفرز بتاعت البرينتر مثلا. لو انت طبعت عليها حاجه هتروح موقفه لك البروسيسور كده عشان انا عاوز، وهتاكسس الميموري اللي هي عاوزاها لغايه لما تخلص اللي هي عاوزاه وتسيبه، صح؟ فدي اسمها كيرنل بروسيس. انما بقى اليوزر ثريد والكيرنل ثريد دول مفهومين للثريد في مكانين مختلفين لنفس الثريد. هتفهموها اكتر ازاي؟ هنقول دلوقتي. المودلز بتاعت الثريد ثلاث انواع،
حاجة اسمها ميني تو ون، وحاجة اسمها ون تو ون، وحاجة اسمها ميني تو ميني. طب الميني تو ون احنا عندنا اكتر من تاسك زي ما انتم شايفينهم، وكل تاسك هو سنجل ثريد ما عدا واحده بس دي ايه مالتي ثريد، وعاوزين ننفذهم على اثنين بروسيسور. هناخد الاولاني على البروسيسور الاولانيه، على البروسيسور الاولاني، والتاسك الثانيه على البروسيسور الثاني، على البروسيسور الثاني. التاسك الثانيه ديت هي متقسمه لاكتر من ثريد، لكن في نظام الميني تو ون هي دلوقتي كام ثريد اهي؟ اكتر من ثريد اهي، لكن البروسيسور شايفها ايه؟ واحد. يعني هو بيدي التايم للبروسيس نفسها، ما بيديش التايم لمين؟ للثريد. هي جواها اكتر من ثريد، لكن البروسيسور ما يعرفش. البروسيسور عنده البي اي دي بتاعت البروسيس، نفسها بس، او التاسك نفسها بس، ما يعرفش ان البروسيس دي متقسمه لايه؟ لاكتر من ثريد، تمام؟ فهيديها وقت تاسك عاديه، ويلفوا دول يدخلوا في الكيو مره ثانيه، واللي بعديها يجي كده، تمام؟ فهو عامل مجموعه من البروسيسز من الثريد، عاملهم كايه؟ كبروسيس واحد. طب ايه يا عم ده؟ انت بتضحك علينا. فين بقى المالتي بروجرامنج في الحاله دي؟ الميني تو ون دوت ما يعتبرش بروجرامنج. كل اللي حصل اللي انا عملت مالتي تاسكينج كونكرنس، عملت مالتي تاسكينج جوه بروسيس واحده بس. يعني كل الثريد هتقسم الوقت اللي البروسيسور اداها للام بتاعتهم، فكده ما حصلش مالتي بروجرامنج حقيقيه. ده كده اكننا عملنا مالتي تاسكينج جوه ايه؟ جوه بروسيس. وفي الحالة دي مين اللي هيبقى مسؤول على السكادولينج بين الثريدز دول؟ يعني مين المسؤول عن السويتش بين الثريدز دول؟ البروسيس نفسها. برافو عليكم. كده زي الفل. نيجي بقى لمعنى يعني ايه فين اليوزر ثريد دلوقتي وفين الكيرنال ثريد؟ هو بيقول لك في الميني تو ون مجموعة من الثريدز، تمام؟ بيقابلها كيرنال ثريد واحد. المقصود بكيرنال ثريد هنا مش اللي هو هيحصل كرييت لكيرنال ثريد، معناها اللي الثريدز دي بالنسبه للسيستم هي واحده بس، مش معناها اللي احنا عملنا حاجه اسمها كيرنال ثريد. عشان كده قلت مصطلحين مختلفين لنفس الثريدز في ليفلز مختلفه، لكن هم نفس الثريدز. اليوزر هيشوفهم مالتي ثريد او ميني ثريد، والاوبريتنج سيستم هيشوفهم ايه؟ وان كيرنل ثريد. تمام كده؟ فهمتوها؟ الميني تو ون ديت موجوده في السولاريس بس، زي ما احنا وبيسموها الكو اوبريتيف مالتي تاسكينج، بيسموها الايه؟ كو اوبريتيف مالتي تاسكينج، لان هي مالتي تاسكينج اصلا، هي مش مالتي بروجرامينج. طيب الوان تو ون بقى، الوان تو ون دي هي المالتي بروجرامينج نفسها. الاوبريتنج شايف الاوبريتنج سيستم شايفها كثريد على مستوى الايه؟ الاوبريتنج سيستم. يعني ايه؟ ديت بروسيس دي فيها سنجل ثريد، وديت بروسيس فيها ايه؟ مالتي ثريد. بس في الحاله دي بقى البروسيس دي هتنزل هنا، صح؟ بس البروسيس دي مش هتنزل، الثريد دوت الاوبريتنج سيستم شايفه على حده، مش مستخبي جوه البروسيس نفسها. ايوه كانه بروسيس، فبيعمل له سكادولينج كايه؟ كبروسيس. فهمتوا الفكره؟ فدوت هيجي هنا، ودوت هيجي في الكيو، وبعد كده الثريد الثاني هيجي هنا، والثريد الثاني هيجي هنا، وهكذا. بس في مشكله بقى في الحاله دي، اتفضل. لا يعني بيعمل السكادولينج على اساس الكاونتر بتاعها، ما بيديهاش ميموري لوحدها، هي شغاله في نفس الميموري بتاعت البروسيس. الفكره الميني تو ون الاوبريتنج سيستم
ما يعرفش اسم كل بروسيس ايه، ما يعرفش الكاونتر بتاعها من الاسم، فما يقدرش ينده. تمام؟ بس في مشكله بقى عندنا في النظام دوت. افرض بروسيس واحده طماعه شويه قالت لك بقى ايه، طب ما انا اعمل لك ايه 20 ثريد، وكل ثريد مني هياخد وقت لوحده على الايه، على البروسيس، صح؟ فكده يبقى احنا لازم في ريستريكشن على عدد الثريد اللي احنا هنعمل لها كريت. تمام كده؟ مين اللي بيستخدم التكنولوجي دي الاول؟ اللي بيستخدم التكنولوجي دي الويندوز واللينكس والسولاريس. تمام؟ ال 1 تو 1 ال 1 تو 1 الميني تو 1 بقى، الميني تو ميني بقى هو حاجه حلت المشكله دي ازاي؟ قال لك التالي، دي بروسيس صح؟ دي سنجل ثريد ماشي تعالي هنا، وديت الايه؟ البروسيس الثانيه. بس عملنا لعبه كده، بدل ما واحده واحده، لا ده احنا ممكن الثلاثه دول مع بعض يعملهم كايه؟ كبروسيس. تمام؟ ودي خلصت. هدي هنا ودي هنا. تمام؟ ايه الفرق بين ديت وال1 تو 1؟ عدد الثريدز ايه؟ اقل. عدد الثريدز اقل. بس المشكله اللي في الميني تو ميني البروجرامنج اصعب. ليه؟ لان انت هتعمل سكادولينج على مستوى البروسيس الواحده، وسكادولينج على مستوى الايه؟ الاوبريتنج سيستم. يعني الثلاثه اللي مع بعض دول مين اللي هينظم الوقت بالنسبه لهم؟ البروسيس. لكن الواحده ديت تمام. ف اللي احنا بدل ما كله في السنجل بروسيس ده مش مالتي بروجرام، ميني تو 1 ده مش مالتي بروجرامينج، ال1 تو 1 ده مالتي بروجرامينج. ليه؟ لان الاوبريتنج سيستم عارف اسم كل واحده على حده، فكل واحده هيديها اسم، هيديها تايم. تمام؟ الميني تو ميني بقى لقوا ان موضوع ال1 تو 1 ده عمل لهم مشكله، لان ممكن بروسيس واحده تعمل لها 50 ثريد، صح؟ فعاوزين نقلل العدد دوت. قال لك ميني تو ميني يعني ممكن شويه ثريد نحطهم مع بعض، وثريد واحده ناخدها لوحدها، وهكذا. تمام؟ دول بيسموها الميني تو ميني او التو ليفلز. يعني ممكن نعمل زي ما انتم شايفين كده، ناخد كلهم مع بعض مره وواحده بس ايه؟ مره. فكده عملنا ميني تو 1 و 1 تو 1 في نفس الوقت. تمام؟ فبيسموها التو ليفل. طيب ديت الموديلز بتاعت المالتي بروجرامينج بالثريد. بيقسموا على حسب ايه؟ ديت بقى ترجع للايه؟ للبروجرامر. البروجرامر هو اللي بيتحكم. البروجرامر هو اللي بيقسمهم بالطريقه دي. ايه؟ يعني بيفرق ازاي؟ انت لو بتستخدم اللايبرريز بتاعت انت لو بتستخدم اللايبرريز بتاعت لينكس وويندوز وهكذا هتبقى كده 1 تو 1. يعني كل ما الكاريت ثريد الاوبريتنج سيستم عارفه خلاص. بالنسبه بقى للميني تو 1 او الميني تو ميني، الميني تو ميني هتستخدم لايبرريز في السولاريس. اللايبرريز بتاعت السولاريس دي بتقسم لك الثريد، وانت بتهندل الثريدز دي جوه، انت اللي بتهندلها، لان الاوبريتنج سيستم تحت اللي هو السولاريس نفسه ما يعرفش اللي هم مالتي ثريد، فده بيتحدد على اساس اللايبرز اللي انت بتستخدمها. تمام؟ لما الكلام ده بتقروه من الكتاب بيقول لك التالي، بيقول لك الميني تو 1 يعني ميني يوزر ثريد ل 1 كيرنل ثريد، وال 1 تو 1 لكل يوزر ثريد كيرنل ثريد، والميني تو ميني عندنا ميني يوزر ثريد ومقابلهم ميني كيرنل ثريد. فاول الكلام ده تفتكر ايه؟ اللي في حاجه اسمها يوزر ثريد وحاجه اسمها كيرنل ثريد. هو ممكن يكون في حاجه اسمها كده، لكن في الشرح هنا هو قصده الثريدز دي بتتعامل على مستوى اليوزر ازاي وعلى مستوى الاوبريتنج سيستم ازاي. تمام كده؟ طيب ارتاحوا 10 دقايق وارجعوا لي مره ثانيه.